يمتزج أمام اعتقال الشيخ راشد شعور الفخر بهذا القائد الذي مالت له قناة رغم تقدمه بالسن، وظل على عهده يقارع بالطغيان، سواء كان طغيان بورقيبة أم بن علي أم قيس سعيد. شعور الفخر يمتز بشعور الغضب على الدكتاتور الوضيع الذي سبق الأولين والآخرين في وضاعته، غدر بشريكه يعني بورقيبة وبن علي، اعتقلا خصما عنيدا لهما معارضا، لكن هذا غدر بشريك في الدولة، رئيس السلطة التشريعية، شريك بمشروع الثورة الذي أوهمنا قيس سعيد وخدعنا أنه مع مشروع الثورة. يمتزج كل ذلك بشعور الحزن ليس على الشيخ راشد، إنما على تونس التي خسرت علامتها الفارقة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي. كل هذه المشاعر لن تقودنا إلى اليأس، بل تدفعنا إلى مزيد من العمل من أجل إنقاذ تونس وإنقاذ الشيخ راشد.